في مقابل ما يبذله الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 من جهود وطنية كبيرة للحد من خطر انتشار هذه الجائحة، يستمر التعويل الكبير على وعي مكونات المجتمع البحريني كافة في ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إلى حين القضاء بشكل نهائي على خطورة هذا الوباء. ربما يأتي على بال البعض أن حجم الخطورة الآتية من وراء إصابتهم بفيروس كورونا قد قل مقدارها، وقد يتبادر إلى أذهانهم أن الوباء قد ضمر وهزل وضعفت حدته جراء انتشار اللقاحات وزيادة أعداد المتلقين لها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث بعض التراجع في مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي لا يجب التهاون بالتقيد بها من قبل أفراد المجتمع البحريني الواحد من مواطنين ومقيمين. فالتعويل على وعي فئات المجتمع كافة ما زال هو الحلقة الأقوى في سلسلة دائرة حصر انتشار الفيروس والقضاء عليه. عشان كذي احنا حبينا نأكد بأهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة في كل الأوقات، وعدم تناقل الأخبار المغلوطة والغير صحيحة عن التطعيم. فنحن ما زلنا نراهن على وعي المجتمع للتجاوز هذه الجائحة بنجاح. ما يتم حصده من نتائج مطمئنة على صعيد تقليل أعداد المصابين بوباء كورونا في المملكة بين الفترة والثانية لم يكن لولا عظيم الجهود الوطنية التي انبرت وما زالت تنبر في عطائها تلك الطاقات الطبية البحرينية العاملة في الصفوف الأمامية التي تواصل الليل بالنهار من أجل الإبقاء على سلامة الجميع والمحافظة على دوام عافيتهم. لما نجتمع كنا ونتعاون كنا وتتضافر الجهود إن شاء الله بنوصل إلى بر الأمان. احترازات جدا بسيطة وقابلة للتحقيق، من ضمنها لبس الكمام، مواصلة التباعد الاجتماعي، مواصلة تعقيم وتغسيل الأيدي، والأهم من هذا كله وكله تجنب التجمعات واقتصار التجمعات حاليا في هذه الفترة على الأسرة الصغيرة جدا. يجب أن نواصل بحذر، نواصل الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية اللي تضمن سلامة الأفراد والمجتمع ككل، ما ننسى لبس الكمام والابتعاد عن التجمعات. البحرين كانت وما برحت تقدم نموذجا رائدا للمواجهة الفعالة للجائحة على أسس مدروسة ودقيقة، وإن المحافظة على بريق هذا النموذج لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تنفيذ أقصى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، دون ما حدوث تراخ قد يعرض المجتمع للخطر. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.